استاذ عمار، احنا حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والائمه الاطهار اقوال لهم هوايه ركزوا على النظافه هي من الايمان. احسنتم. يعني احنا نجي للعراق، احنا نناقشه نقول العراق بمعامل واكو مخلفات للمعامل والمصانع ننتج حتى انه عندنا بيئه قويه، احنا ما عندنا هذا الشيء. يعني اول نقطه. طيب انا اختلف ويا الاخوه الاخرين، المواطن ما يتحمل مسؤوليه الان متى ما سنت ابو احمد شلون يتحمل مسؤوليه؟ يلا انا راح اعطيك وجهه نظري حتى انه عسى وان تكون مفيده او تكون للنقاش. اكيد هي بكل الاحوال محترمه. تفضل. الله يعزك يا محترم. القانون احنا نطلع على العالم، العالم المتطور هسه. نعم. القانون من يسن ما يطبق. ياخذ له 5 أشهر 6 تثقيف المواطن. الله عليك. وبعد التثقيف تبدي غرامة على المخالفة، على الإنسان المخالف. نعم. التثقيف هي توعية، توعية المجتمع. نعم. أنه نعم. شنو أضرار هاي النفايات. لاحظ أنت، راح أضرب لك مثل على الناصرية، أنا مركز المحافظة. نعم تفضل. وأنت طالع للبصرة وأنت جاي من البصرة، ما المدخل الرئيسي الشارع التبليغ، وهاي الرسالة موجهة للمحافظة اللي أول ما تدخل على يسارك قصدك. أحسنت. أول ما تيجي تدخل من الناصرية يطلع البصرة، أو تيجي تدخل من البصرة الناصرية. نعم. الرائحة الكريهة اللي سببتها النفايات، السيارات مال البلدية تذب بصف الشارع التبليط، الحرق بصف الشارع التبليط. وأنت تعلم أستاذ عمار. نعم. الأمراض وخاصة الأوبئة الخطرة تنتقل من خلال استنشاق. أكيد. أنت أكيد. تمر بسيارتك أنت والركاب تستنشقون مسافة من 6 إلى 8 9 كيلو، وهاي واجهة مدينة باعتبار أبو أحمد، يعني مدخل ومخرج. هاي واجهة مدينة. نعم. هاي المخلفات العادية، احنا عندنا مخلفات تكرم البيولوجية. نعم. اللي يسمونها المخلفات مال المستشفيات تنذب بالأنهر. احنا هسه نطلب من محافظنا الجديد. نعم. شنو المانع من تبعد هاي المكان مال الحرق بعده للخلف 8-10 كيلو؟ ما هو الضرر؟ التفاته مهمه جدا ان شاء الله. ما هو الضرر مثلا؟ اكو ضرر على الدوله؟ ماكو ضرر، بل منفعه اكو. صحيح. تدري انت الانهار القريبه كلها ملوثه من خلال هذا الحرق؟ بكل تاكيد ملوثه. فاحنا بالحقيقه نطالب المحافظ هسه، هاي اول خطوه يخطيها. اثنين استاذ عمار. نعم. العالم الغربي المتقدم النفايات جاي يستثمروها، جاي يستثمروها. نعم. الزهور اسمده. احنا هسه بالدين مالنا الاسلامي هاي المواد الغائط يتحول الى طاهر. تدري ابو احمد، ابو احمد تدري انت. نعم. الصين قاعد تشتري اطنان من النفايات وتستثمرها واعاده هيكلتها واعاده صناعتها، ويستخدموها بالتربة ويستخدموها بالكهرباء وغيرها. احسنت. تجي. نعم. بعد اكو نقاط انا بدي السيد المحافظ وهي ان شاء الله المحافظ يسمعك ابو احمد حتى ننطي فرصه للاخرين. انا شاكر ان شاء الله. والتفاتة جميلة جدا. هاي الجملة حتى انتقل للسيارات اللي هي تشمل كل المحافظات. نعم. استاذ عمار، السيارات اللي تنقل من داخل المدينة لمن يوصل للمكب مع النفايات نص الكمية ذاتها بالشارع. نعم. هو يمشي. صح. السيارات غير صالحة وغير محكمة. صحيح.